بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. بعد ما خلصنا يا جماعة الحاجات الأساسية من أول هنا، الدرس ده يكون الناس بتشتغل بالساس. فكرة ان انت تشتغل بالساس دي فكرة روعة جدا، وتخليك اصلا ممكن زي ما قلت لك في اول كورس وعدتك ما تعملش ملف RTL. مش اقصد ما تعملش يعني انت ما تعملوش وتلغيه، اقصد ان انت مش هتكتب فيه حاجة، انت هتطلع من الموضوع زي الشعر من العجين زي ما بيقولوا، مش هتكتب اي حاجة فيه، كل حاجة هتكون ديناميك. يعني ايه كل حاجة هتكون ديناميك؟ لو جينا على سبيل المثال عملنا متغير اسمه site language بيساوي مثلا Arabic، خلينا نقول مثلا او باي ديفولت عندنا اللغه بتساوي انجليزي، دي لغه الويب الاصليه اللي انا شغال بيها. طيب عندي متغير الفلوت باي ديفولت، الفلوت بتاعك باي ديفولت ليفت. طيب التكست الاين باي ديفولت برضو ليفت، تكست الاين ليفت والفلوت ليفت، واي حاجه تاني عايز تعملها وتلعب فيها اكتبها هنا في متغير. جميل جدا. وهبدا انا دلوقتي اقول له ان الديف بتاعي فلوت هياخد متغير الفلوت اللي هو باي ديفولت ايه يا جماعة؟ ليفت. حلو، فالديف بتاعي زي الفل راح ليفت زي ما انا قلت له بالظبط، كأني كتبت هنا بالظبط فلوت ليفت. تعال نشوف، ادي الكومبايل سي اس اس، قلت له الديف فلوت ليفت زي الفل والحمد لله. طيب عايز بقى اغير في القيم دي لو انا في اللغة العربي، هاجي اقول له بكل بساطة هعمل هنا دالة اف كونديشن، هاجي اقول له ات اف السايت لانجوج بتاعتك، ادي السايت لانجوج بتساوي عربيك، لو لغه الموقع بتساوي عربي هعمل حاجه معينه. ايه هي الحاجه المعينه دي؟ الفلوت بدل ما هو ليفت هيبقى رايت زي الفل. وايه تاني؟ التكست الاين بدل ما هو ليفت هيبقى رايت. جميل جدا. انت ممكن كمان في وسط الاف كونديشن دي تحط كلاسس معينه عادي، ممكن اقول له كلاس معين المارجن والبادنج بتوعه اعمل فيهم كذا زي الفل. هتشوفوا الكلام ده دلوقتي، هقول له رن واشوف ايه اللي حصل. انا بقول له لو السايت لانجوج عربي اعمل كذا، مش هيعمل حاجه لان السايت لانجوج مش عربي، انجليزي. طيب نكمل الفكره بتاعتنا عشان نشوف ان انا اقدر كمان احط جوه الاف كونديشن كلاسات معينه. هقول له باك جراوند كلر 3 اي مثلا، وهقول له على سبيل المثال مارجن ليفت، او بلاش مارجن، بادنج عشان تتاكد بنفسك، بادنج ليفت بيساوي 10 بكسل مثلا، ونروح نشوف النتيجه هتطلع ازاي. ادي النتيجه بتاعتنا والبادنج على الشمال، وخلينا نعمل زوم شويه، معلش الكود يا جماعه كبر مننا بس عشان تشوفوا الفكره. وخلينا نقول له مارجن 50 بكسل، خلينا نقول له ويدث 300 بكسل عشان بس يوضح لنا الفكرة ليس إلا، ونشوفها عشان نشوف البادنج جاي منين والفلوت هيروح فين ونشوف الكلام ده كله. طيب الحمد لله، ادي العنصر بتاعنا وهو فلوت ليفت وفي مارجن 50 حواليه والبادنج ليفت 10 بكسل شايفين انت هم قبل حرف الاتش. حلو قوي. تعالوا بقى نقلب الكلام ده ونقول له ان لغة الموقع بتاعتنا يا باشا دلوقتي بقت عربي، وريني بقى تعمل لي ايه في اللي اوت بتاعي. اللي اوت بتاعنا عايزك بقى تظبطه لي، تطلع لي RTL ما جيش جنبه. حلو قوي، ادي الار تي ال ما جتش جنبه، بس في حاجه ناقصه، مين ملاحظها؟ التكست الاين. انت ما قلتلوش تكست الاين، انت قلت له بس الفلوت هيتغير، فهو شيك لو لقى الموقع عربي هيروح عامل لك الفلوت الليفت دي هيخليها لك رايت، راح فلوت رايت فعلا، بس التكست الاين انت مش محدده، فروح قايل له هنا تكست الاين بيساوي القيمه بتاعتنا اللي هي دي تكست الاين. كده بقى يا معلم اقدر اقول لك ان هو هيروح الكلام على اليمين. بس هل انت في بالطريقه دي احتجت ان انت تعمل ملف RTL؟ لا مش محتاج، معايا متغيرات بتعمل لي اللي انا عايزه كله، ومعايا ميكسن تظبط لي الارو اللي بتاع البيفور والافتر، ومعايا عناصر تظبط لي البادنج يمين وشمال، وتظبط لي البوردر ريديوس، وتظبط لي البوكس شادو، معايا كل حاجه تتخيلها. الساس خيال، خيال بمعنى الكلمه، مش هتحتاج ان انت تيجي جنب ملف RTL ده نهائيا. طيب انت قلت لنا على موضوع الكلاس اللي بيعمل بادنج ده، احنا مش ناسيين، ما تاخدناش في الكلام. طيب بسيطه جدا، انا عايز اقول له هنا لو الموقع عربي هقول له بكل بساطه الديف، اي ديف او مش الديف اللي هو الكلاس بتاعك، انا كاتب هنا ديف، ممكن انت تكتب كلاس نيم، اي حاجه تعجبك، بادنج رايت 10 بكسل. طيب بادنج رايت 10 بكسل، وهقول له رن، عمل بادنج رايت 10 بكسل ده في حاله الموقع كان عربي.
عمل لك البادنج اهو على اليمين والحمد لله. طيب جميل قوي، هو عمل البادنج وظبط لي الدنيا، بس انا لو رجعت الموقع انجليزي كل حاجة موجودة هنا ملهاش وجود. يبقى انت بكل بساطة عن طريق الاف كونديشن دي والمتغيرات بتاعة الفلوت والتكست لاين والبادنج والكلام ده كله والقيم اللي انت عايزها، ممكن تغير القيم، ممكن تيجي هنا تقول له بادنج فاليو، بادنج فاليو 10 بكسل، ممكن عايز اغيرها، ممكن اخلي ال10 دي 20، فاجي هنا اقول له البادنج رايت هي البادنج فاليو اللي انا حددها فوق، نفس القصه البادنج ليفت هي البادنج فاليو 10 بكسل، جيت هنا خليتها 20، انا عايزها 20 يا اخي مش 10، ما اروحش اغير 10 هنا و10 هنا وفي كل مكان 10، لا 10 بقت 20 هنا وبقت 20 هنا. ولو رجعت الموقع انجلش تاني او اي حاجه هو هيلاقيها غير الارابيك هيروح سايب لك القيم الافتراضيه اللي هي الفلوت ليفت تكست الاين ليفت والبادنج محطوط هنا اصلا باي ديفولت 20 بكسل على الشمال. وبكده يا جماعه يا اخوان او يا اخوان الساس او يا ساس فان، تقدر بسهوله ان انت تعمل الموقع وتطلع النسخه الار تي ال من غير ما تلمس الملف، مجرد ان انت تفتح ملف الاس سي اس اس بتاعك وتغير السايت لانجوج من انجلش لارابيك او اي حاجة انت حطيتها هنا في الاف كونديشن ار تي ال مثلا، هتلاقي كل حاجة انت بنيت عليها اللي اوت صح طلعت لك ملف ار تي ال كلين ونضيف ومتزبط وبنفس الكومنت وبنفس الطريقة والترتيب بتاعك بس للغة العربية. يا رب يا جماعة اللي احنا قلناه ده كله يكون فيه معلومة جديدة عليكم، وكون الكورس البسيط ده يكون بس فيه فكرة. في ميكسن كتير على الانترنت تساعدك في موضوع الساس وتساعدك في موضوع قلب اتجاهات الارو وقلب اتجاهات الاسهم اللي هي الخاصة بالفونت اوسم، اقصد مش بترجم كلمة ارو، وقلب اتجاهات البادنج وقلب الاتجاهات بتاعت البوردر راديوس والبوكس شادو وكل الكلام ده باعتمادها على السايت لانجوج في الاخر او على الاتجاه بتاع الصفحة اللي انت بتحدده له. ممكن تقول له السايت دايركشن ار تي ال اعمل كذا وكذا 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 وكذا. يا رب يا جماعة الكورس يكون بسيط وسهل وعجبكم. اخوكم اسامة من قناة الزيرو ويب سكول، واشوفكم ان شاء الله مع كورس جديد، والسلام عليكم.